وسعد جاب موبايله وخليته سايبه لحد ما لا ثانيه واحده بس ثانيه واحده. انا بديك الفرصه انك تقول لهم. لا لا مش هقول. لا 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 وانا قلت لحضرتك انت لازم تقول لي مش هضحك. انا اتحركت من هنا؟ لا والله العظيم. بس ولا مسكت التليفون. اتكلم بقى. اتكلم. هتطلب مين برلانتي الاول؟ برلانتي. اطلب أيوه. برلانتي على السبيكر طبعا. استكول اهو. اه عشان يبقى على الملأ كده والساده المشاهدين سامعين. قربها بالمايك حبيبي. سامعني كده؟ استاذه بسمة عايزاك يا حبيبي. استاذه بسمة معاك احنا على الهوا. عايزاك على الهوا. ايه اسالها الاول اللي انت عايز تساله. انا هدخل. انا انت سامعني كده؟ ايوه. انا بقول لها ان انا اتاسفت لماما. مش انا نزلت فيديو قبل كده ان اتاسفت لماما على موضوع 75000 جنيه؟ ايوه. بس بقول لها دلوقتي تاني. بتقول لي لا ده انت ما نزلتش قبل كده. قلت لها لا ده انا نزلت ودي يعني تاني مره بس عشان من خلال حضرتك ان الناس كلها يعني تبقى عارفه ان انا يعني اتبليت عشان خاطر انت ما كنتش عايزه تتنازل على المحضر. والمحامي قال لي لا اعمل كده. حصل ولا ما حصلش حبيبي؟ ايوه حصل. حصل خير خلاص. ماشي. انت طبخه ايه النهارده حضرتك؟ انتوا رجعتوا البار؟ مش طبخه؟ لا. طب ايه بجد مش طبخه اي حاجه؟ مش طبخه كمان. اه مش طبخه. بس استاذ بسمه بقول لك يا استاذ بسمه متضايقه قوي قوي مني ومتغاظه قوي قوي. اديني. اه اديها لي. اتفضلي. أيوة. اتفضلي يا استاذ بسمه اتفضلي. برلانتي انت دلوقتي معانا على الهوا. الكلام اللي هتقوليه هيطلع على الشاشه. تمام؟ تمام. متفقين؟ انت ده اعلى حاجه أعلى عندك؟ اعلى حاجه كلها. طيب. انت سبق وطلعتي قبل كده وقلتي انه سعد مدمر لك حياتك. ليه رجعتي له؟ رجعت له ليه؟ نصيب بقى ما اعرفش. شيطان يا بنتي. اتنين بس بسمه بس. اسكت خالص. ماشي. ايوه برلانتي. اوعى يا بنتي تاخدك في الدوكه. هو النصيب برضه. بقول بتحبيه؟ اتنين بيتخانقوا مع بعض يا استكو عادي. انا ممكن اقول ان هي كذا وكذا. سعد شيطان. سعد شيطان. جوزك جوزي بقى؟ سعد شيطان. ايوه سعد شيطان حضرتك. ايوه. ومش خايفه منه؟ هو طبعا يعني هو سعد حنين جدا والله. بس هو مشكلته في عصبيته. اي حد ممكن يكون بيتعصب شويه وكلنا بنتعصب يعني. عارف اقول لك يا فندم 500 جنيه يا فندم. دفع لك كام يا برلانتي؟ دي معاه بقول لك معاه فلوس قد ايه؟ دفع لك كام عشان تقول الكلمتين دول؟ احنا مكلمينها. بس هي ما تعرفش. هي ما تعرفش. انت بقى اللي تكلمي. انت صح. اللي تقولي بقى. انا ما اعرفش. انا هكلمها. صح. طب بقول لك ايه؟ كلم مامتها بقى ده اهم حاجه. احمد. حاضر. احمد وسيبني اشوف شغلي. حاضر. انت جاي عليا النهارده ليه مش عارف؟ مش ده انا هنا منك. ادي ادي حضرتك اتنين بيتخانقوا مع بعض بيقولوا اي يا حاجه. يا برلانتي. ايوه. اسكت خالص. حاضر اهو. سيبني اتكلم. اتفضلي يا فندم. يا برلانتي. ايوه. شمس حذرتك منه ازاي؟ هو هي كلمتني. بس هو طبيعي ان هي ممكن تكون يعني عشان مثلا كانت هي مثلا وسعد كان ليهم علاقه ببعض كان ممكن تكون دي مثلا يعني غيرانه. عايزه توقع. ممكن. عشان برضه هي كانت برضه يعني على علاقه بسعد فتره طويله. بس فاكيد ده وارد انه يحصل يعني. هو سعد حنين جدا بس هو مشكلته في ان هو حنين؟ ايوه حنين. سعد اللي قاعد قدامي. أيوة ده حنين؟ ايوه. انت مش عارفه حاجه حضرتك. دي التليفون بعد اذن ده انت مازوخيه زيي. بس مازوخيه. بس اتاكدت حضرتك. انا اسفه. انا اسف قدام مشاهد حضرتك. انا طلعت يعني زي بقول كده مش كداب. هات التليفون بعد اذن حضرتك بقى. هتكلمك امها بس. هات. فاضل سؤال. ماشي اتفضلي حضرتك. مش هتعرفي حضرتك توقعي ولا تعملي حاجه خالص. مش عارف. انا بكده بجد كرهاني. اي نعم. ده حاجه. انت مسيطر. لا مش اصل انا طالما بتجيبش خلاص. انا قلت لهم خلينا اسمعها. احمد اتفضلي. بتقولي ايه يا برلانتي؟ انا اللي مسيطره. بس انا اصلا كمان ماليش علاقه. واضح. في سعد القديمه خالص. يعني مواضيع سعد شمس لا مش علاقه بيها خالص. و بس يعني في ربنا يعني. طب سعد لما بيعصب عليكي ويغلط فيكي بيصالحك ازاي او بيعتذر لك ازاي؟ هو ما بيعملش حاجه غير بيجيب بوكي ورد. بس انا ما شفتش حاجه من سعد غير بوكي ورد. ورد؟ مفيش خاتم؟ مفيش ساعه؟ لا لا في بصراحه. في ماشي. كلمي والدتها بقى حضرتك.
ما كانت يعني ما بيكتبلكيش مثلا انا بحبك مش عارف ايه؟ لا بكل حاجه انا ساعات بقى حضرتك قاسم السير حضرتك انا قاسم السير بينزل على الارض ويقول لك سامحيني قاسم السير والحاجات دي حضرتك هو الكافور ينزل على الارض وايه بقى تنزل على الارض قبلها نحن احنا شفنا اكتر من كده ده ممكن انزل على الارض وانزل على الحيط طالما مراتي عايزه حضرتك بعد اذن حضرتك عشان هاتي بعد اذن حضرتك واحد ومراته عايزه حضرتك هاتي مش هتعرف اوقعي خد يا غلس هاتي يا حبيبتي ربنا يخليك يا دكتوره امسك